عندنا مواهب بزاف في المغرب، عندنا مواهب اللي كيتسناو غير الفرصه ديالهم، وكيتسناو واحد النهار اللي فوالا تعطيهم هذيك الفرصه باش يبينوا بانهم عندهم قدرات باش يلعبوا في الاوروب ولا في البطوله ديالنا ديال المغرب. ولا كنتمنى لهاد الدراري يكون هاد الهضره اللي تنقول هاد الميساج ما ياخذوهاش بهذيك تهدار ولا حيت هو دابا هنايا تيقول لنا هاد الهضره، بغيتهم ياخذوها كان تخيك سيريو ويخدموا ويكملوا العمل ديالهم، يسمعوا الناس اللي مزيانين في لونتوراج ديالهم، ماشي الناس خايبين اللي باغيين يطيحوهم، يسمعوا الناس اللي مزيانين وتكون عندهم واحد الثقه في راسهم في داكشي القدرات اللي عندهم، سيرتو الخدمه، كلشي بمشيئه الله. يعني مي الاكاديمي دارت عطاتني بزاف في حياتي في الكارير ديالي وديبيت كارير ديالي، يعني عاونوني بزاف وتعلمت بزاف ديال الحوايج في الاكاديمي اللي فاش خرجت لوروب سهلت عليا الامور.